صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 31 لسنه 2018 بتعيين مدير عام بالامانه العامه للمجلس الاعلى للمراه جاء فيه تعين الشيخ دينا بنت راشد ال خليفه مديرا عاما للسياسات والتطوير بالامانه العامه للمجلس الاعلى للمراه بدرجه وكيل وزاره مساعده